مولده لاعب مولده النرويجي، الاهلي كان اتفق معاه وخلص معاه في الانتقالات الصيفيه الماضيه، ولكن اللاعب يعني هو اللي تراجع وفضله ان هو قال لك انا عاوز اتني في اوروبا واعيش في اوروبا، هرجع لافريقيا تاني، ما انا خارج من افريقيا، سيبوني اروح اوروبا واتدلع في اوروبا واتهشتك في اوروبا. كان الاتفاق انتهى، والاتفاق كان مقابل 1.6 مليون يورو لنادي مولده النرويجي، واللاعب كان اتفق على اتفاقاته الماليه، وبالتالي اللاعب هو اللي تراجع، واللاعب هو اللي جاب ورا، واللاعب هو اللي قال سيبوني فتره اعيش هنا في اوروبا. دلوقتي الخواجه زي ما قلت لك قبل كده كان عنده ثلاثه، عنده ديفيد فوفانا وعنده عثمان كامارا وعنده كريم كانوتي، اكد قبل سفره ان هو عاوز ديفيد فوفانا. الاهلي قدم جدد عرضه الثاني اللي هو 1,600,000 يورو، 1,600,000 يورو اللي هو العرض القديم اللي كان انهى بيه الاتفاق مع نادي مولده النرويج، واللاعب كان اتفقوا معاه على كل حاجه ماشي. لكن دلوقتي الناس يعني ايه بتجدد الكلام تاني، لانه لا راح اوروبا ولا غيره. تاني حاجه هيجي يلعب مع مارسيل كولر المدرب صانع النجوم، وفي نفس الوقت يبقى بيلعب على فوز بطوله افريقيا ويروح كاس عالم انديه، هيبقى هو مقيد تحت السن، يتحط في بنده في عقده يعني الموافقه على رحيله في حال مبلغ الحصول على مبلغ كذا. يعني الاهلي لن يقف عقبه امام عودته الى اوروبا مره اخرى، وده المنهج ودي الاستراتيجيه اللي بدا بيها امير توفيق مفاوضاته مره اخرى مع ديفيد فوفانا ووكيله ونادي مولده. لكن خد بس المفاجاه دي، نادي مولده طلب 3 مليون يورو في لعيب تحت السن، طلب 3 مليون يورو، اللعيب ده مكسب كبير لو هو وافق يجي يلعب في افريقيا، مكسب كبير جدا 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 للنادي الاهلي. فبالتالي الكلام جديد، الكلام ما كانش في الحسبان خالص، الناس ما كانتش واخده بالها ان ده ممكن يتم، وبالتالي وافقوا على موضوع البيع وقالوا لهم خلصوا مع اللاعب، لكن نادي مولده عاوز 3 مليون يورو. امير توفيق ينتظر عوده الاسطوره كابتن محمود الخطيب في الموعد اللي يوم الاثنين يحدد يرجع امتى، يرجع بقى 3 4 5 حسب ظروف الطيران وحسب ظروف الدكتور هيقول له ايه، هيحتاجه تاني ولا لا. ف ينتظر امير توفيق عوده الكابتن محمود الخطيب لانهاء بعض الملفات، اهمها هذا الملف يتفاوض على كام، يعني سقفه كام في المفاوضات، 2 مليون يورو 2.5 كده يعني. انا رايي ان لعيب زي ده لو جه ومضى مع النادي الاهلي 5 سنين ايا كان الرقم اللي هيجي بيه، انت سهل جدا في السنه الرابعه في السنه الثالثه في السنه الخامسه انك انت تعيد بيعه مره اخرى الى احد اكبر الانديه الاوروبيه وتحقق من وراه مكسب مال. انت جبت ديانج وهو في سن صغيره تالق وابدع وبزغ نجمه واصبح مطلوب في دول اوروبيه، لكن مش جايب لك الرقم اللي انت قلته اللي هو 8 مليون دولار او 10 مليون دولار، جاب لك ال 6 مليون دولار وانت رفضت تبيعه، لكن النهارده هو ركيزه اساسيه في الفرق. فديفيد فوفانا الاهلي منتظر او امير توفيق منتظر عوده كابتن محمود الخطيب لهذا الامر. الامر الثاني اللي بينتظر فيه عوده كابتن محمود الخطيب هو خلي بالك هو بيفاوض ديفيد فوفانا ما قفلش الباب مع عثمان كامارا او كريمه كانوتيه وكده يعني. طيب خد الجزئيه دي، لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الكولر قبل ما يسافر اوصى بانهاء المفاوضات مع البرازيلي مارسيلو اللي هو بيلعب في نادي كاوازاكي الياباني اللي عقده بينتهي بنهايه يناير، لكن في بند في عقده بيمنح النادي الياباني تمديد العقد لمده موسم. كده هم كانوا اختلفوا مع النادي الاهلي على طريقه السداد، لا 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 سدد 4 اقساط وكان عقده وقف عند 2.6 مليون دولار، وبالتالي كانوا هم بيبالغوا في طلباتهم الماليه. الاهلي هيجدد المفاوضات مع مارسينيو ليه؟ لان الراجل عاوزه مهاري وسريع، والمدرب لما بيطلب ما بينظرش للامور الماليه، ما بيقول لي ملوش دخل بالامور الماليه، انت تخلص اللي انت عاوزه، انت اعمل اللي انت عاوزه في الامور الماليه، هو بيتكلم فني. الاداره تجيبه ببلاش، تجيبه بمليون دولار، تجيبه ب10، ده قرار الاداره، لكن طلباته ما هياش مبالغ فيها ماليا. وبالتالي مارسينيو الراي يا مارسينيو كان واقف عند 2.6 مليون يورو، اصل انت كده تجيبه في الانتقالات دلوقتي هتجيبه في الشتويه، هيبقى باقي له سنه. هيبقى باقي له سنه. السنه اللي باقيه له دي طيب انت عاوز تعمل معاه ايه؟ عاوز تجيب، طيب هتبدا معاه من تحت لانك انت مش هتجيبه بالرقم ده.
واللاعب كان اتفق على قيمته المالية. طيب اللاعب ده رقم واحد عند مارسينيو، لكن هل له بديل؟ نعم له بدلاء. مارسينيو قال لأمير توفيق وهو مسافر ان هو خد عدة شرائط من وسائر ذاتية لبعض اللاعبين من أمير توفيق، قال له ان هو هيشوفها خلال اجازته في سويسرا بإذن الله تعالى، وعند العودة هيقول له انا عاوز ده وده وده، هيحدد له ثلاث بدلاء للبرازيلي مارسينيو للانضمام للنادي الاهلي، لانك انت خلاص داخل على ديسمبر، العالم كله ما بيلعبش كوره في نوفمبر وديسمبر عشان كاس العالم، كاس العالم اللي قطر عامله له تنظيم رائع باذن الله تعالى، نتمنى له التوفيق باذن الله. وانا ضد الحمله والهمجيه اللي بتقوم بيها بعض الدول الاوروبيه ضد قطر النهارده مع اقتراب ايام وافتتح البطوله، النهارده عاملين حمله شعواء ضد قطر بعد ما خلاص احنا بقينا على ابواب. طب لما انت عامل حمله شعواء انت دخلت في التصفيات ليه؟ جاي ليه قطر يعني؟ يا عم صلى على النبي، احنا عايزين بطوله عالم، الناس ما تخلطش السياسه بالرياض ولا المواقف السياسيه بالمواقف الرياضيه. ونتمنى التوفيق باذن الله تعالى لقطر في تنظيم نسخه رائعه من كاس العالم، لانها في الاخر هتبقى بتعبر عن العرب جميعا، بتعبر عن العرب جميعا باذن الله تعالى، ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله. فالراجل هيحدد الثلاث بدلاء، امير توفيق عنده شغل كبير جدا 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 بعد عوده الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر الى القاهره، فهيحدد له ثلاثه يبقى فيهم بديل لمارسينيو بعد العوده باذن الله تعالى، بعد العوده باذن الله تعالى. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم.